فابيو كان مخيف بفريق كان يبحث عن هدف ثاني من اجل التعادل، حتى اصبح يبحث عن 3 اهداف بعد تسجيل ركله الجزاء. ماذا يمكن ان نستخلص من هذه؟ انا استخلص انه مدرب فاندربروك ما راحش يعمل نفس الخطا اللي عملوه في هذه المباراه. هو التغيير من اجل التغيير، او اعطاء الطريقه انه المباراه خلاص لعب فزت بها قبل ما نلعبها. يعني هنا شفنا انه المدرب المجازفه تاعو تاع 5 تغييرات خلاته انه اللاعبين اللي دخلوا ما دخلوش في المباراه وكانت صعيبه عليهم، يعني الريتم كان صعيب، اعطى فرصه الى فريق بورنجس. ولكن المره هذه كما كان الدرس لشباب بلوزداد نفس الشيء الدرس للمدرب فاندربروك. فارق تسمح كم مباشره الى ملعب بلوزداد في والزميل سليم هو يعادل الانطباعات اليك سليم؟ فعلا زميلي بلال، معي واحد من احسن العناصر فوق ارضيه الميدان اليوم، ويتعلق الامر بمحمد عزي. محمد، مبروك عليكم هذا التاهل رغم صعوبه المأموريه خلال المرحله. السلام عليكم. حاجه الاولى نشكر الله على هذا التاهل. ما يخفاش عليك المباراه كانت صعيبه في الديبيت، كيما ركونا في الديبيت تاع ليمينيت. الحمد لله يا ربي قدرنا نولوا في المباراه، وان شاء الله نحقق الاهم هو رب الابطال ان شاء الله، باسكو الهدف تاعنا ماشي غير هنا. لا، الهدف تاعنا ان شاء الله يتمثل في الابطال ان شاء الله. ان شاء الله خدمه موفق ان شاء الله. اذا كان هذا تصريح محمد عزي في انتظار بقيه اللاعبين. اذا كان عندك لاعبين الاولويه لك سليم هوالي، حسين اليوم فريق شباب بلوزداد تاهل الى دور المجموعات المره الرابعه، سيكون في التصنيف الثاني في القرعه التي ستحدث في 6 من هذا الشهر بمدينه جوهانسبورغ. شباب بلوزداد سيكون الى جانب سيمبا التنزاني، بيراميدز، بيترو اتلتيكو والانغولي في التصنيف الثاني، والتصنيف الاول فيه الاهلي والوداد والترجي وسان داونز. في دور مجموعات متاهل له مازامبي ايضا وعساك ميموزا والهلال السوداني يانغ افريكانز النجم الساحلي، ميت يامان وديبو الموريتاني وجالاكسي البوتسواني. هنا مستوى المنافسه بدا يصعب. نعم راح يصعب، لان هدف الشباب بلوزداد هو طبعا ابعد في كاس افريقيا. يوجد امكانيات كي تركيبه، ولكن المهم ان المدرب فاندربروك فاز بالمقابله ضد المغرب وفاز اليوم. انا بالنسبه لي التوظيف تاع اللاعبين والخطه نتمنى ان شاء الله في المستقبل يكون فيها تغيير. عبد الرزاق حلالشي، ضربه الجزاء منعرض المباراه كيف كانت؟ ضربه الجزاء كما تكلموا التقنيين فتحت شهيه لشباب بلوزداد، لكن لو نتكلموا من الناحيه التحكيميه نشوفوا باللي ضربه الجزاء كان المدافع لعب الكره بوضوح ولا وجود لضربه الجزاء اللي اعلن عليها الحاكم. يعني نعم، الحكم المستقبل المساعد هو اللي يعني سبق وعطى خلى الحاكم الرئيسي انه يعلن عليها، يعني كل اللاعبين اتجهوا لكن ضربه الجزاء كانت في قوانين واضحه. نعم. عندما اللاعب يلعب الكره. نعم. ما نحسوش واش كان من بعد ما اللاعب يمسك الكره. السقوط هذاك ما لا يقبل بعد ما اللاعب يلعب الكره. يعني عبد الرزاق حلالشي، طارق وحسين، شباب بلوزداد اليوم بين قوسين ولو انه اثبت علو كعب. والشباب ابسط مناصر لشباب بلوزداد شوف 79 دقيقه قبل ضربه الجزاء يقول ماشي هذا هو الفريق. ولا واحد يعني كنا نجزموا انه شباب بلوزداد في مباراة اليوم ما قدمش الوجه اللي كنا ننتظره منه، خاصة في الشوط الاول. نعم، الشوط الاول كان انا بالنسبة لي كارثي مقارنة بالاسماء تاع الفرق اللي قلتها. نعم، نقارن مستوى اخر. فرق اللي ما تسامحش لما تكون في فترة ماكش مليح فيها، هذيك هي الفترة اللي يستغلوها على ذكر الفترة، لأنه يعني دوري المجموعات حسين يحيى سينطلق في 24 المقبل، وكذلك بالنسبة لك، يعني هل تعتقد بأنها فترة كافية من أجل إعداد فريق تنافسي لتجاوز عقبة الدور دوري المجموعات؟ لا، هذا شغل المدرب وطاقمه. أنت خالص لهذا الشيء توجد حلول، بصح أنا عندي خوف شوية. نعم. الحمد لله اليوم تأهلنا، لما تشوف ضد مقرى تسجل في الدقائق الأخيرة، واليوم
شوف الاداء شوف. معليش حسين يا حس نعود لك مباشره الى ميلود في حسين بالعياده معك سليم هواري تفضل. فعلا معي حسين بن عياده ايضا واحد مما قدموا مع عليهم خلال هذه المواجهه. حسين مبروك عليكم الفوز تحقيق العلامه الكامله خلال المواجهتين 3-1 3-1 مبروك عليكم التاهل الى دور المجموعه. الحمد لله على التاهل هي الحاجه الاولى باش تاهلوا. نشكر الانصار اللي كانوا واقفين معنا وساندونا اخر دقيقه وكنا بيان كونسونتري وتبعنا التعليمات تاع المدرب مالغري البيت اللي خديناه في بريمير ميدون كملنا بيان كونسونتري التالي ولكن 3-1 كيما الالي كيما الوتور ان شاء الله ان شاء الله نكملوا كيما هكا بيان كونسونتري باش نكملوا البطوله ولا الشامبيونز ليغ نروحوا بها ان شاء الله. شكرا جزيلا لك عبد الحميد شكرا لك. إن كانت هذه أبرز تفاصيل الخاصة بلاعبي شباب بالمزداد نقول عقب تحقيقية تأهل إلى دور المجموعات من منافسة كأس رابطة إفريقيا إلى هذا المستوى. شكرا.